السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد رسول الله. أهلا بالمتتبعات الكرام. اليوم إن شاء الله وبحول الله وبقدرته غادي نشوفوا الحل لبزاف ديال المشاكل اللي كنواجهوها خصوصا في هذه الأيام أو في هذه الأشهر اللي كتكون باردة. غتكتشفوا كل شيء. غير خليكم مع بنتكم ومع أختكم اللي كتعزكم وكتبغيكم من بداية الفيديو إلى آخره، وكذلك خليكم معايا في جنبي بلايكاتكم وبالبارتاج وبالتعاليق ديالكم الطيبه اللي مسخنين ليا بها الكتاف، واللي واخا نهضر شحال ما هضرت ما غاديش نوفيكم الحق ديالكم في الشكر اللي خطيكم، راكم فوق راسي من الفوق. شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا على الاخلاص ديالكم، شكرا للوقت اللي كتاخذوه من وقتكم وكتعطيوه ليا وكتفرجوا فيا. غير هذا في حد ذاته راه شي حاجه اللي كبيره عندي. لهلا خطيكم والله يفرحكم والله يعطيكم كل ما تمنيتوه في خاطركم. كنعطيكم هاد الدعوات من القلب وربي مطالع. ما نطولش عليكم اكثر، كنتمنى لكم فرجه ممتعه ونمشيو نتعرفوا على محتوى الفيديو. وهنا يا البنات جيت معكم هذه المعلومه هذه فيما يخص الصفاره ديال الكوكوت. بزاف ديال السيدات كيغفلوا على التنظيف ديالها، وهي اكثر وحده اللي كتجمع لينا الدهون وكتجمع، لان كتكون معرضه هكا كتبقى لي دام كيطلع فيها البخار تطلع فيها اليوم غدا شنو كيوقع ليها. اول شيء ملي تهز الصفاره وتلقيها ثقيله بزاف عارفيها راه عامره وسخ من الداخل. هذاك الوسخ ماشي بمعنى الوسخ داك المفهوم ديالو الخايب، وانما داك الوسخ ديال البخار وديال الزيت، وراه فهمتوني اكيد. دائما تحك هكا ياك ونشدوا واحد القطيب اللي نبقاو هاد التقيبات هادو، وحنا كنغسلوها وحنا كندخلوا هاد القطيب هذا وكنكرطوه من الداخل، وتشوفوا العجب اللي غادي يخرج من هنايا من هاد التقيبات هادو، وكذلك من هنا. هاي ضروري البنات تنظف، لان ملي هانتوما شفتو حتى كيبقى تبان لكم الطرف الاخر، لان اليوم على غدا وحنا غافلين عليها لا قدر الله كتقدر تخنق، يعني كتعمر من الداخل وما كتبقاش تخرج داك البخار، وهكا هو اللي كيكون سبب من اسباب الله يستر ملي كتبقى الله يحفظ تتفرقع الكوكوت. اذا دائما ردوا البال مره هكا نخوخوها هكا بالقطيب ونزولوا من هذاك الشيء اللي كيكون السواد اللي كيكون الداخل كامل. ايوا هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للنصيحه غادي نعطيها للسيدات اللي مثلا كضيع عليهم الصفاره الكوكوت وكيمشيو مثلا يخرجوا يتقداو ويشريو شي صفاره اخرى، دائما ملي تمشي تشري الصفاره هزي الصفاره اللي كتكون ثقيله، يعني تشريها تكون جديده هزيها تكون ثقيله ما تكونش خفيفه. هذيك اللي كتكون خفيفه اول كوكوت ما كدورو كتجمع النفس وكتخرجو كتزاوط لك الصفاره من الكوكوت كتلاوح، خصها تكون ثقيله باش تبقى الدور تخرج النفس وتبقى في بلاصتها. كنتمنى انني نكون كنفيدكم داكشي اللي قدرني عليه الله واللي كنعرفو، ونمشيو ان شاء الله بحول الله المعلومه المواليه. هنا يا البنات غادي ندوي معكم في الموضوع اللي تيكون موضوع الساعه، يعني في هذا الوقت خصوصا ديال هذا البرد، لان كيجيوني تعاليق كثيره ولو تكون بصيغه مختلفه ولكن المشكل واحد هو الغموله. بزاف ديال الديور اللي تيكونوا ما مهويينش ما تيشوفوش في الشمس، ما يعني الشمس ما كتضربش فيهم بالنهار كيبقى يبان في وقت البرد. هاد الفصول هادو كتبقى تبان الغموله والحيوط ديالهم كيبقاو يخرجوا فيهم نقط كحل ديال الغمال، كتشوف الحيط ها هو ولا السقف كله تنقط بالبيض عفوا بالنقط كحلين. في هاد الوقت في الصيف ما كيكونش هاد المشكل، خلاص الدنيا كتكون سخونه، وسبحان الله حتى هذوك النقط الكحل اللي كيظهروا في الحيط اللي كيكون كنقولوا بارد ملي واخا كيبانوا ملي كيبدا يسخن الحال في الربيع ويتبعوا الصيف كيبقاو يطيروا بوحدهم ما كيبقاوش. ولكن اللي كيديروا من جهه الامر وبغات تحيد دوك النقط غنقول لك شنو ديري، وكذلك غنقول لك شنو ديري باش تعقمي الدار ديالك اللي ما مهوياش اللي فيها الريحه اللي كتكون مكتومه كما كنقولوا، اللي الريحه كتلصق لك في الحوايج في البلاكار في الخشب، ريحه الغمال اول ما كتدخلي للدار كتشميها. وفي نفس الوقت كنعقمو يعني الهواء من الفيروسات من الميكروبات اللي كتكون منتشره فيه خصوصا قلت لكم في هذه الفتره. باش نعقموهم كتقبطي ورقه سيدنا موسى هكا، ورقه سيدنا موسى وكتشعلي فيها العافيه هكا شوفوا، ونفخ عليها هكا طفى ونخلي هذا الدخان هذا اللي كتشوفوا، وندور بها هكا بشي طبيصيله هكا تحتها ونمشي ندور في البيوت في الماريو في البلاصه هكا ما نحيدهاش من يدي. فين ما تبان لكم مثلا طفات تعاودي تشعليها هكا وتنفخي، وها هي الريحه. هذه الريحه ديال ورقه سيدنا موسى
كتعقم لكم الجوم الفيروسات من الميكروبات من كل شيء، وتخلي لكم ريحه ناري الدخان ضرب لي في وجهي وتخلي لكم ريحه زوينه في البيت ديالكم وتغطي على ديك ريحه الخموله. دابا نمشيو للنقط اللي كتكون كتظهر لكم في الحيوط، في طالعه هكا مع السقف، مع كتشدي واحد البخاخ كديري فيه جافيل، ياك جافيل البنات كيطير ديك الكحوله، واحد المنديل في يدك وانت تبعي لي دوك البلايص اللي في الحيوط، انت تابعاهم فين ما يبان لك الكحوله كترشي هكا علاش قلت لك البخاخ باش كيسهل عليك القضيه، ماشي بحال القرعه مباشره من جافيل كتبقى تكبي كتضيعي بزاف، يقدر يتلوح عليك وهداك الشيء. المهم كتبقى ترشي وتمسحي، ترشي وتمسحي، راه دوك النقاط الكحل اللي كيديرونجيك في الشوفه راه كيطيروا بالمره. كان عندك في السقف كتكلفي زوجك ولا ولدك ولا هذا اللي يدير سلوم ويرد البال ويطلع ويرش، ولكن ملي كيكون كيرش يرد البال لراسو باش ما داك الرش، داك الرش ديال جافيل ما يرجعش ليه على وجهه وعلى حوايجه، يرش ويمسح راه كيزول هذوك النقاط تماما، ما كيبقاوش يبانوا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، دائما فين ما توصل على شي حاجه، وبعض المرات مثلا مثلا ملي كيجيوني تعاليق هكا كنقدرش نقول كاع جميع في التعاليق نجاوب، نقول راه هذوك الاحتياطات كلهم او الوسائل كلهم اللي سبق لي درت معكم على مدار 3 سنين انني نقولهم كلهم في تعليق واحد كيجيوني صعيب. راه شاركت معكم عده طرق باش تحيدوا ريحه الغمال في الدار، في الماريو، في الحوايج اللي كيكونوا مطويين في الماريو كتجي تلبسيهم كتشمي فيهم ريحه الغمال، في البلاكارات، في الكوزينه، في البلاكارد الصبابط. غير رجعوا للفيديوهات القدام فين ما تلقاو شي صوره او شي عنوان مكتوب على الغموله دخلوه وشوفوه، راه تلقاو فيه ان شاء الله كاع هاد التدابير هادو اللي كنديروهم ووسائل كنساعدوا اننا نخفوا من حده الغموله عندنا في الدار. ودائما كنرجع وكنوصيكم دائما ولو البرد، ولو تقولوا لا البرد ما نحلوا السراجم، انا كنقول لكم حلوا السراجم ديالكم وهويوا الدار باش كتدخل ليها هواء جديد كيجري على داك الهواء اللي كيكون مكتوم في الداخل ديال الدار. وهذا مكان، وان شاء الله فيما يكون جديد اكيد غادي نوصلوا لكم. هنا البنات جيت معكم الموضوع ديال واللي كيقلق بزاف ديال الناس وخصوصا مساكن الناس اللي كبار في السن، الا وهو كثره التبول في الليل، واللي خصوصا كيظهر عندنا في هاد الايام ديال البرد، يعني كيكون نتيجه على ان الا ما كانش شي مرض عضوي الله يشافي الجميع، كيكون غير بفعل هاد الوقت اللي كيكون البرد كيكون عندنا كثره التبول، خصوصا كيدرونجينا الامر في الليل، تقدري تنوضي جوج مرات ثلاثه اربعه في اعزكم الله الطواليت، كيكون نتيجه انك ضاربه البرد، ضاربك البرد او كنقولوا شاربه البرد. وهذا الشيء علاش دابا دائما من الاحتياطات ان في هذا الوقت البرد هذا الانسان يلبس مزيان، الانسان يلبس تقاشر، راه كاين اللي واخا البرد دابا تيمشي بلا تقاشر ويمشي حفيان، داك كثره الحفو هو اللي كيخلي الانسان كيشرب البرد او كنقولوا راه كيبقى فهمتوا يعني كيضربوا البول كيضل غادي جاي للطواليت. نميلوا اكثريه للحاجات السخونه، راه كاين اللي دابا في هذا الوقت البرد وكيشرب الاشياء البارده، اما عصير اما مناضه اما اللي ماشي وقتها تماما، فهمتوا يعني نمشيو على حسب الجو. الحاجه اللي دير لينا البروده ما عندنا ما نديرو بها. المشروب اللي بغيت نشاركو معكم تشربوه منه كيساعدكم على الارتخاء، منه انه كيقلل من نسبه انك تبقى تمشي للطواليت كل مره، وبالفعل قلت لكم ضربكم البرد. كتاخدي كاس ديال الحليب، عفوا ما تمالينا اليوم، كتاخدي كاس ديال الماء دافي اللي ممكن تعوضيه بالحليب، يعني اللي حبيته اما الماء اما الحليب اللي يكون دافي ما يكونش يعني بارد. وكتاخدي القرفه زوينه البنات، غتاخدي معلقه صغيره بحال هكا ياك، وتحركي في داك الحليبه سخونه اولا في هذا اولا في الماء. والقرفه حتى القرفه زوينه انها كتحيد دوك الاوجاع اللي كيكونوا في البطن نتيجه اما العاده الشهريه اما ضربك البرد، يعني كتقولي قاصني البرد وتيدير لك الوجع في كرشك، القرفه زوينه البنات. المهم كتبقاي تحركي هادشي هذا حتى كيتجانس لك هكا، قلت لكم مع الحليب ولا مع الماء اللي حبيتو، وشربيه ونعسي. ما تنصحكمش ديروا فيه السكر، اللي ما قدش عليه يشربوا هكا يعني محلوش، يدير واحد المعلقه ديال العسل، غير معلقه صغيره هكا مع مراش ديال العسل، ويحرك هكا يحلي به ويشربوا. هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى انه كامل يروقكم ويعجبكم، والى عجبكم البنات يا ريت ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، الله يجازيكم بكل خير. ودائما كنقول لكم لا يعطيكم ما يضركم، انا دائما نبغي لكم غير الحاجه مزيانه
وتكونوا في سلم وسلام يا ربي وبصحة جيدة. هذا هو المهم، يعني الصحة هي المهمة. هذا الشيء اللي كاين الناس، كنتمنى قلت لكم ما تنساوني، كنتمنى ما تنساونيش من لايكاتكم. دمتم في أمان الله ومع ألف سلامة.